إنرجيت وموقع مميز وشبيه تقريبا بالموقع كوينتيك. على أي طريقة تسجيل نضع هنا الإيميل ونضع هنا البريد الإلكتروني؟ هكذا. أما المود باس، أعيد المود باس ثم نضغط هنا. بعد الضغط هنا ويكمل التسجيل سيتم توجيهك إلى هذه الصفحة مباشرة، وقد تقوم بتحميل قد يقوم الموقع بتحميل أوتوماتيكي للبرنامج. قد لا يعمل لأنه يقوم بتحميل برنامج 64 بايت بنظام 64 بايت، يعني نظام ويندوز 64 بايت. إذا قمت بالضغط هنا على أين ننزل بعد الوصول إلى هذه الصفحة، ننزل إلى الأسفل ثم نختار الويندوز وتقوم بتحميل النسخة الخاصة بالنظام الخاص بك، يعني الماك. وهنا الويندوز 32 بايت وهنا ويندوز 64 بايت، ونختار آخر نسخة. بعد تحميل النسخة وتنصيبها بعد تحميل النسخة وتنصيبها ستقوم بفتح البرنامج، وسيكون على هذا الشكل. من نقوم بملء البيانات، يعني نضع هنا الإيميل الذي قمنا بتسجيل به، مود باس، ثم نضغط انتري. هكذا كما ترى الموقع البرنامج هكذا يقوم ب يعني هكذا يكون البرنامج عادي. ثم نأتي الآن لكيفية بدء التعديل. نختار هنا فيما يخص هنا عدد البروسيسور الموجود في جهازك حسب كل جهاز. كما ترى أنا أملك 2 فقط، قد يكون من يملك 4 أو 8 أو 1. وهنا بداية التعديل، على أين ستقوم باختيار يعني العملة التي ستقوم بتعدينها، وهذا حسب السوق وسرعة التعدين وما إلى ذلك. هنا البيتكوين مثلا، نضغط هنا وضغط ستارت مين. هكذا يكون قد بدأ البرنامج بالعمل. الآن هكذا يعني البرنامج هكذا يعمل. ويمكنك تغيير أو يمكنك إذا كان لديك جهاز قوي جدا يمكنك أن تقوم بتعدين أكثر من عملة، لكن أنصح بتعدين عملة واحدة فقط أفضل من تعدين أكثر من عملة، وتكون عملة لا يعني ما أقصد يعني أن تحلل العملة قبل التعدين، أن تنظر إلى العملة ما مقدارها في السوق حاليا وما إلى ذلك. على أي إلى هنا ينتهي شرح لهذا الموقع الجديد. أي سؤال أو تساؤل المر وضعه في التعليق على الموضوع. أي استفسار أو أي شيء آخر يمكنك أن تضعه. وملاحظة كملاحظة هنا تضع هنا يمكنك السحب، هنا يمكنك سحب ما جنيته هكذا. تضع المقدار هنا، الأدريس إلى ذلك. أي كما قلت، أي سؤال أو تساؤل أو أي شيء أنا في يعني في
في انتظار أي تساؤل منكم، ولو هنا تنتهي هذه الحلقة، في أمان الله.